عشنا كل خوف كل رعب، القذايف حولنا وحوالينا وكله بنهزم على منطقة. شو بدك أحسن؟ وتركنا بلادنا وتركنا أرضنا وتركنا كل شيء، وجوزي فات وما بعرف عايش ميت ما بعرف. هلا ما مشغول على مستقبل اولادي، على مستقبل جوزي، ما بعرف عنه شيء. كيف شو مصيرنا احنا؟ ليك على الوضع وليك على الحال، شو بدنا نسوي؟ ما احنا عارفين شو بدنا نسوي. In Bekaavani, yes, there are a lot of Syrian refugees coming daily, and we can see that in our center. And every day we have about 50 new families coming and ask for assistance. خفت على اولادنا من القصف، خفنا من الضرب، يعني لانه كثير قدامنا اولاد تصاوبوا، اولاد انه فقدوا عضو من اعضائهم، عاد هذا اللي خوفنا. Caritas is giving them food kits, hygienic kits, summer blankets, bedding suppliers and towels. جيت على كاريتاس حكمتهم والحمد لله صاروا أحسن، ودوالي إياهم الطبيب وعطوني أدوية من هنا والحمد لله تحسنوا علي. We are face to face with a big crisis, and the number of mobile clinic is so low. For that, we need more medical help, more practitioners, more nurses, more medications to be able to see the number of patients. بتمنى من السلام وارجع على بلدنا، يعني ما يعني نرجع نعيش ببلدنا مثل ما كنا، ونرجع نعيش ببلدنا والسلام يعني فيها يعني.